السلام عليكم أعزائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. فيديو اليوم عن مطار صبيحة بالجانب الآسيوي من إسطنبول، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. وصلنا الحمد لله مطار صبيحة جوكتشن. رحلتنا كانت من مدينة إزمير إلى مدينة إسطنبول على خطوط الأناضول أنادولوجيت. هذا يعتبر الطيران الاقتصادي التابع لشركة تركيش إيرلاينز. وصلنا المطار صبيحة جوكتشن، هسه راح نتبع العلامات الإرشادية حتى نوصل المنطقة استلام الحقائب أو الجنط. ما تشوفون هذا الكاونتر كاتبين عليه ترانسفير ديسك، اللي عنده سؤال بالإمكان انه يسألهم. ومن هنا كاتبين دومستيك كونكشن، اللي عنده ترانزيت رحلة داخلية. وهنا على اليسار كاتبين انترناشونال كونكشنز، اللي عنده ترانزيت رحلة دولية. انا ما عندي ترانزيت، راح اكمل. اول ما توصلون لهنا تباعون على هاي الشاشة حتى تعرفون على اي حزام راح تنزل عليه جنطكم. هسه انا جيت من ازمير على خطوط الاناضولوجيت، رقم الرحلة TK7509 ازمير. وصلنا الساعة 12:35 دقيقة على حزام 06، يعني رقم 6. الجنطة الزرقاء يعني في الانتظار بعد ما وصلت الجنط، وإذا خضراء يعني الجنط جاية، والجنطة الحمراء يعني أنه تم تسليم الجنط ووصلت للحزام. هسه ندور على حزام رقم 6، هذا حزام رقم 7. وهذا حزام رقم 6. وتقدرون همين تتابعون حالة الجنط من الشاشات اللي عند الأحزمة. واللي عنده جنط كبيرة بالإمكان انه ياخذها من هنا، بيوك باجاج او اوفر سايز باكج. وهنا اللوست اند فاوند اللي مضيع جنطة، هنا هاي عند حزام رقم 7. هسه راح نطلع. هناك مثل ما تشوفون ماركت، اللي يريد يشتري من عنده فتشي. وهنا همين حمامات، وهناك مسجد.
وهنا هاي كلها مكاتب تأجير السيارات، شركات أفيس، يوروب كار ولا آخره. هنا همين كارافرن، محل معجنات. وهنا إذا تنتبهون على العلامات الإرشادية كاتبين مترو على اليسار بهذا الاتجاه. هنا كاتبين access to مترو، همين كاتبين لي قدام. وهنا برجر كينج، هنا هذا مكتب فودافون وترك تيليكوم وتركسيل. ما صح احد يشتري سيم كارت من هنا لانه السعر اغلى من داخل المدينه من المركز. لا تشتروا من المطار، اشتروا من اي فرع رسمي داخل اسطنبول. هنا همين هذا محل معجنات سيميت سرايو. وهذا مكتب الصيرفة داخل المطار. ما أنصح بالتصريف داخل المطار إلا للضرورة أو مبلغ بسيط، لأنه سعر الصرف يكون أقل من داخل المدينة. وهنا هاي صالة القادمين من الرحلات الدولية International Arrivals. هنا هذا مطعم ماكدونالدز. هنا COVID-19 Test Center، يسوون فحص كورونا. ما اعرف اذا يعني شغالين لحد الان او لا. وهنا اللي قدام مثل ما تشوفون كاتبين ليفت باجج، يعني امانه باجج، يعني اللي عنده امانه او يريد يترك الجنطه طبعا بفلوس. هسه اصور لكم الاسعار. وهنا هذا ماركت، هنا هذا مكتب بيجاسوس اللي عنده ترانسفر او هوتيل ديسك. وهنا اعتقد يصعد على المغادرين. مثل ما تشوفون هاي الاسعار كاتبين يعني من 0 الى 24 ساعة. الاجور اذا جنطة كلش كبيرة 135 ليرة، الجنطة الكبيرة 110، الوسط 65، الصغيرة 50، ومفتحين 24 ساعة. من هنا صارت القادمين من الرحلات الدولية. وهذا مطعم ماكدونالدز. هسه راح نطلع خارج المطار. هنا ستاربكس، اللي يريد يعني يشرب قهوة. وأخيرا طلعنا خارج المطار. المترو من هاي الجهة، كاتبين access to مترو من هنا. هسه راح اشوفكم من وين تركبون باصات. هنا همين اكو محل. هنا هذا كوشك كاتبين عليه تاكسي. من هنا اللي يريد يأجر تاكسي هم كاتبين 24 ساعة. من هنا هاي كلها سيارات تاكسي. حاولت اشوف اذا اكو كاتبين اسعار بس ما كاتبين للاسف. اذا دبرتها الاسعار راح اكتبها هنا.
هسه راح نعبر على هاي الجهة حتى اشوفكم المكان اللي تركبوا من عنده الباصات اللي يريد يروح على تقسيم. هنا هذا محل معجنات او كافتيريا سميت سراي، وهنا هاي باصات اللي تروح على تقسيم. حتى مثل ما تشوفون كاتبين تقسيم وكاديكوي من هنا، وهنا هذا الباص يروح على سكاريا، وهنا هذا الباص يروح على بورصة. الباص راح يغادر ساعة واحدة وربع، كاتبين بورصة صبيحة جوكتشن. هذا الباص الأصفر. وهناك اكو إزمت أوتوغار، يروح على إزمت. وهنا هاي باصات البلدية تروح لغير مناطق، على سبيل المثال كورتكوي، كاديكوي. لازم واحد يوصل لي هنا ويسألهم، شوفوا يعني تشوفون يا باص راح يحرك. أعتقد هذا الباص اللي راح يحرك إلى أعتقد تقسيم، لازم نسأله نشوف. هذا باص اللي يروح الكاديكوي، باص شركة هافا بوش، وهذا باص هم شركة هافا بوش لكن يروح التقسيم. مثل ما تشوفون مكتوب صبيحة جوكتشن تقسيم. التذكرة 67 ليرة ونص، تقدرون تدفعوها نقدا أو من خلال كارت اسطنبول. وهسه راح نركب المترو. وهسه راح نركب المترو، مثل ما تشوفون اتجاه المترو هنا على اليمين. شوفوا هذا السرة كلها مال سيارات تاكسي. هنا هم خالين لوحة قال لي انه لي قدام المترو، وهنا على اليسار ايربورت هوتيل، هذا فندق المطار. وهنا هذا الجامع القريب من المطار. هذا على اليسار فندق المطار ايربورت هوتيل. وهنا هاي علامة حرف الام، علامة المترو اسطنبول. اعزائي احنا شنا هناك، نزلنا وهنا المترو. يعني اللي عنده جنط بيها اربع عجلات سهل انه يقدر يروح ويجي بالمترو. مثل ما تشوفون صبيحة جوكتشن هافالمان ستاسيونو 2022.
مثل ما تشوفون ما شاء الله المحطة مرتبة. هنا هاي كلها مكائن مال تعبئة كارت اسطنبول. الظاهر المترو بي أكثر من مدخل، هنا همين أكو مدخل ثاني مكتوب اكزيت رقم 3 اكزيت رقم 2، بعدة مداخل وابواب خروج. اللي يريد يعبي كارت اسطنبول مثل ما تشوفون هاي المكائن شرحنا عنها بالفيديو، طريقة سهلة ان شاء الله. وهسه راح ندخل للمترو. مثل ما تشوفونها اعزائي ومكتوب باللوحة كاديكوي، هذا المترو يروح الكاديكوي راح يجي بعد 3 دقائق، والمترو الثاني راح يجي بعد 7 دقائق، واحد بثمان عربات. ومن هنا تمررون الكارت وتدخلون ان شاء الله للمترو. مثل ما تشوفون اعزائي هذا هو مترو صبيحة غوكشن كاديكوي. هسه انا راح اركب من صبيحة غوكشن وانزل بايرا لك تشمه، ومنها احول على مرمراي الى مثلا سركجي. من سركجي تقدرون تتمشون للسلطان احمد ما قلنا من صبيحة غوكشين الى ايرلك تشمه، تركبون تحولون الى هذا مترو مرمراي وتنزلون بسركجي. وفوق ابواب المترو اكو هاي اللوحه بها اضويه، كل ما يعبر المترو محطه يشتغل الضوء. وصلنا لمحطة ايرليك تشمسه. هسه اريد احول على مترو مرمراي. مثل ما تشوفون هنا هاي اللوحة كاتبين هلاكل جبزة مرمراي على اليسار. مثل ما تشوفون اعزائي كاتبين بهاي اللوحة هلاكل جبزة بين قوسين مترو مرمراي بهذا الاتجاه. راح نطلع من المحطة ونحول لهنا. مثل ما تشوفون اعزائي هاي اللوحة كاتبين مرمراي قدش على اليمين وعلى اليسار، سواء دخلتوا على اليمين او على اليسار راح تدخلون ان شاء الله المترو نفق مرمراي. شوف حتى هنا كاتبين على القاع مرمراي. هذا باتجاه هالكالا اخر نقطة بالقسم الاوروبي، وهنا هذا باتجاه جبزة اخر نقطة بالقسم الاسيوي. وصلت محطة ايني كابي. اللي يريد يحول على غير متروات ام واحد ام اثنين يقدر يحول هنا بهاي المحطة محطة ايني كابي. واللي يريد يروح على السلطان احمد ينزل بسركجي ويتمشى او يركب تراموي الى السلطان احمد. شوفوا اعزائي هسه انا راح اطلع خارج مترو مرمراي، ومن هنا كاتبين ينيكابي وخط ينيكابي اتاتورك هافالمانه ام 1 اي وام 2 من هنا.